مصاف الوجهات السياحية العالمية. برنامج التنمية السياحية بإقليم الناظور يؤكد على الأولوية الوطنية للقطاع السياحي، يؤكد دائما بأن هذا القطاع الواعد مكون رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عنصر أساسي في البناء التنموي. يحل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بهذا الموقع السياحي الهام ليعطي انطلاقة الشطر الأول للتنمية السياحية بإقليم الناظور، الذي يتضمن تهيئة مدينة أتاليون ومارتشيكا مع إنجاز ميناء ترفيهي. تبلغ استثمارات هذين المشروعين 7 ملايير درهم، وتتطلب جميع الأشطر المتوالية لبرنامج تنمية مارتشيكا استثمارات تفوق 46 مليار درهم. يتضمن هذا المشروع الحيوي الكبير تهيئة وتأهيل 7 مواقع سياحية بقطب الناظور الكبير. هو مشروع يأتي في سياق الحركية الاقتصادية والاستثمارية الهامة، وضمن مخطط شمولي يسرع وتيرة الإقلاع السياحي الاقتصادي والاجتماعي بهذه الجهة. هو ورش متعدد المشاريع السياحية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تثمين الإمكانيات والمؤهلات السوسيو-اقتصادية للجهة. وسيساهم هذا المشروع الكبير من خلال عمليات التهيئة والتأهيل إلى خلق مزيد من الثروات، إلى إحداث مزيد من مناصب الشغل. هو وجهة سياحية بامتياز يمكن اعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية السياحية بهذه المنطقة، من خلال المواقع المستهدفة، من خلال المشاريع المهيكلة المنجزة، من خلال تنمية المنتوج الشاطئي مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التنوع البيولوجي، المساهمة في حماية البيئة من خلال توفير تهيئة مناطق مندمجة من الجيل الجديد، وتشييد وحدات فندقية وإقامات سكنية وملاعب للغولف وموانئ ترفيهية وحدائق ومنتزهات. بحيرة مارتشيكا شريط ساحلي كبير حجما وتمويلا، جوهرة من الطراز الرفيع على البحر الأبيض المتوسط. بحيرة مارتشيكا محطة سياحية تعد مكسبا حقيقيا للسياحة البيئية والمسؤولة. 7 مشاريع كبرى دفعة واحدة: مدينة أتاليون، مدينة البحرين، المدينة الجديدة للناظور، وخليج النحام، ومارتشيكا الرياضة، ومروج مارتشيكا، وقرية الصيادين. سلسلة مشاريع سياحية اقتصادية واجتماعية منتظمة في عقد تنموي مندمج ستسهم في خلق نحو 80 ألف منصب شغل. خارطة طريق سياحية بالناظور الكبير ممتدة إلى سنة 2025 ب7 مشاريع سياحية توفر أزيد من 100 ألف سرير. هو إذن مخطط رائد واعد، مخطط يوفر للمنطقة مزيدا من التأهيل، مخطط يعطي دفعة قوية لمسلسل المشاريع التي ترمي إلى رفع الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة الشرقية عموما وللناظور الكبير على وجه الخصوص. كل هذا يتم في سياق مشاريع سياحية متناسقة تجعل من هذه الواجهة البحرية ذات الموقع الفريد والمتميز بالبحر الأبيض المتوسط محطة استثمار جديد، وجهة استقطاب سياحي فريد، رافعة حيوية للتنمية على الصعيدين الجهوي والوطني. رؤية سياحية طموحة إذن تتمحور في دينامية متعددة الأبعاد، تتمثل بالأساس في الشراكة الفريدة بين القطاعين الخاص والعام، في التزام مجموع الفاعلين في دينامية الاستثمار والتركيز على المشاريع السياحية الكبرى. ستعرف مدينة أتاليون التي خصص لإحداثها اعتماد مالي إجمالي فاق 5 ملايير درهم، ستعرف إلى جانب إنشاء 650 فيلا بطاقة استيعابية تصل إلى 4225 سرير، 2230 شقة سكنية، 8920 سرير، 3 وحدات فندقية ب740 سرير، أروقة ومحلات تجارية ومرافق اجتماعية وثقافية. ستشهد هذه المدينة
التي تزخر بمؤهلات سياحية فريدة وتتوفر على غطاء نباتي كثيف وإمكانات طبوغرافية متميزة، ستعرف إحداث مينائين ترفيهيين وأكاديمية لتعليم رياضة الجولف. أما مشروع إحداث مدينة البحرين والذي خصص لها اعتماد بلغ ملياري درهم، فيتضمن بناء 320 فيلا ب 1920 سرير، 193 شقة ب 772 سرير، فندقين ب 650 سرير. كما يتضمن المشروع الذي سينتهي إنجازه سنة 2014 بإحداث بنيات تحتية وتجهيزات برية وبحرية ومركز متوسطي للبحث في مجال التنمية المستدامة. هناك أيضا إنجاز ميناء ترفيهي باعتمادات مالية بقيمة 362 مليون درهم. عرض متنوع وإنجازات مهمة لتنمية المنتوج السياحي. إطلاق 7 مواقع للتنمية السياحية على مساحة 2000 هكتار. مشاريع للتنمية السياحية المتوسطة على غرار السعيدية والحسيمة والمضيق والفنيدق، مع احترام المحيط البيئي الجغرافي والثقافي للمحطات السياحية المقبلة. يراهن مشروع تهيئة وتنمية مارتشيكا على المساهمة في حماية واحترام البيئة، على الحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحيرة وتثمين الواجهة البحرية على البحر الأبيض المتوسط. يسعى برنامج التنمية السياحية في شطره الأول وأشطره الموالية من خلال مختلف العمليات التي يتضمنها إلى النهوض بالبحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة وتطوير تعمير مبتكر ومندمج وبيئي. 7 مشاريع سياحية يتم إنجازها ببحيرة مارتشيكا ستولد قدرة سياحية تفوق 100,000 سرير، تعزز العرض السياحي الوطني المنبثق عن الرؤية الشمولية للسياحة المغربية التي تضع قطاع السياحة في قلب الأولويات. السياحة في المنظور الملكي نشاط اقتصادي واستثماري، ثقافة للتواصل مع الآخر نضع من خلالها لبنات جديدة على طريق التنمية، نعزز بواسطتها تنافسيتنا ومكانتنا كجسر للحضارات. سلسلة الأوراش الكبرى التي يقف جلالة الملك على انطلاقتها، ومن بينها وأبرزها الشطر الأول للتنمية السياحية بإقليم الناظور الذي يتضمن تهيئة مدينة أتاليون ومارتشيكا وإنجاز ميناء ترفيهي. أوراش تجعل من السياحة قاطرة حقيقية للتنمية، تدفع في اتجاه تأهيل الناظور الكبير عبر مشاريع سياحية واعدة ذات خدمات بجودة عالية، ترتقي بالقدرات الإنتاجية لهذه الجهة وتسهم في إدماجها في محيطها الاقتصادي الوطني والدولي. وبالعودة إلى برنامج